ده الفنترال اسبكت بتاع الاسكال هو اول حاجه هنلاقي دول اوكسيبيتال كوندويل ده الفوريم المجنر ده الهايبوجلوسال كانال ليه سميته كانال عشان فوريم بيفتح مع فوريم فسميته هايبوجلوسال كانال دول الاثنين جاجولار بروسس ده بسميه البازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون ودول الاثنين بازلر تيوبركل معلم معلوم ده بالتباشيره كده بازلر تيوبركل العظمه دي بسميها البيزس فلويد بون بعد كده هنلاقي عظمه الفومر بون لها الجزء ده البادي بتاع الفومر بون وده الايه البروسيس بتاع الفومر بون هنا هتلاقي فيه خمسه تريجوين العظمه دي بسميها التريجويد بون ده انا بلونها دي لحد ما اعلم رصاص الجمهوري ده بسميها التريجويد بون دول الاثنين بسميهم التريجويد بروسيس دول الاثنين تريجويد كريست دول الهاميلاس تريجويدس اهوت لو بصينا اللي انا بلونها دي بسميها التريجويد بون الخفيفه دي اهي العظمه دي ده التريجويد بون في اولها كانال رفيعه دي الالر طبعا فوريم ده الالر فوريم جنب الالر فوريم في كانال رفيعه جدا اهي بسميها الايه الالر التريجويد كانال خلاص كده يبقى دي الالر فوريم اهي ودول التريجويد كانال الرفيعه ودي التريجويد كانال بيمتد منها التريجويد بون اهي بعد كده دول الاثنين تريجويد بروسيس ودول الاثنين تريجويد كريست ودول الاثنين هاميلاس تريجويد ايه تقريبا بتتلخبط ما بين دول وما بين دول دي اسمه الماكسيلاري تيوبركل ودول الهاميلاس تيروجويدس خلاص ماكسيلاري تيوبركل ودول ايه الهاميلاس تيروجويدس يبقى اتفقنا في خمسه تريجويد فور كانال تريجويد بون هم الاثنين دول وتريجويد بروسيس هم وتريجويد كريست وادي الهاميلاس تيروجويدس وادي الهاميلاس ايه تيروجويدس طبعا دي بسميها طبعا الالر فريمن لو دخلت كده هو الالر بيفتح مع الراوند ويعمل ايه؟ يعمل الالر كده. المنطقه دي زي ما قلنا في خمسه تريجويد في ثمانيه بلاطين. الثمانيه بلاطين دول بسميهم اتنين بروسيس خلاص واتنين فريمن خلاص واتنين بارت واحد جروف وواحد ايه فيشن بص كده ايه ده؟ ده بيسميه روزيتا البارت اوف بلاطين بون واللي جوه ده بنسميه بيربنديكولار بارت اوف بلاطين بون اللي هو البادي بتاع الكوني اللي جوه ده طبعا نعلم بالتمشير بنسميه البيربنديكولار بارت اوف بلاطين بون وده الروزيتا الايه بارت اوف بلاطين بون يبقى فيه تو بارت الهوريزونتال بارت والبير بالديكولار بارت اوف بلاطين بون في تو بروسيس اقول كونين الكونين والفراغ تمام فراغ نفسه كونين هو ده بيجي؟ لا ايه ده؟ ده البلاطين بروسيس اوف ماكزيلا عشان دي الماكزيلاري بون وده البلاطين بروسيس اوف ايه؟ بلاطين بروسيس اوف ماكزيلا كل ده بلاطين بروسيس اتفضل بلاطين بروسيس اوف ماكزيلا كل ده وده البلاطين بروسيس في ايه؟ ايه ده؟ ده الكودا البلاطين فريم كودا البلاطين فريم ده هو لو بصيت كده هو ودخلت على الكودا البلاطين فريم طلع من الروسترال البلاطين فريم لو حط كده في الامتحان اكتب بلاطين فريم ده الروسترال البلاطين فريم ده هو الاثنين قدام اهو روسترال بلاطين فريم ولكن اللي ورا ده الكودا البلاطين فريم اللي هو امتى اكتب بلاطين كنان لو جه في الامتحان بدخل بين الروسترال وطالع بالكود يبقى بلاطين كده الحاله دي اكتب ايه؟ بلاطين كده لكن لو عمل كده اهوت من غير ما يطلع هتكتب روسترال بلاطين اللي هو ده برضه اهو روسترال بلاطين لكن اللي ورا ده بسميه كود البلاطين طيب منظر شايفين؟ طيب كده احنا خدنا اتنين بروسيس بلاطين بروسيس اوف ماكزيلا بلاطين بروسيس اوف انسايسيف وخدنا اتنين بارت هورزونتال بارت وبيربنديكولار بارت واتنين فريم روسترال وكودا البلاطين فريم فاضل ايه؟ ده بلاطين جروف ده بلاطين ايه؟ جروف وده البلاطين ايه؟ فيشن ده بلاطين فيشن ده الانتر الفلر بوردر او انتر الفلر سبيس دي الالفيولاي بتاع الانسايسيف ودي الالفيولاي بتاع الماكزيلا ايه؟ هو مش كده ده كده بنسميه حاجه ثانيه ميجر
لسه والله هقول. العظمة دي أصعب عظمة، بتيجي دايما في الامتحان النظري آخر السنة يقول لك اكتب ما تعرفه عن الايه التمبرال بول. التمبرال بول في الحقيقة لو بصينا على التمبرال بول، عشان لو جيت في الامتحان النظري آخر السنة هنقول ان التمبرال بول بتنقسم الى ثلاث أجزاء، بيتروس بارت وتيمانيك بارت وسكوبس بارت. بيتروس جت السنة اللي فاتت في الامتحان، بيتروس يعني حجري، تمبانك يعني منفوخ جاي من طبلة، والإسكوبس يعني القشري. طيب لو بصيت ده طبعا مين؟ جنرال بروسيس. لازم فيه مستويد بروسيس، وانا هعلم عليه اهو اهو، انا حاطط القلم عليه. اسمها مستويد بروسيس. اسمها ايه؟ مستويد بروسيس. مستويد بروسيس. امال ايه دي رفيعة دي؟ ستايلويد بروسيس. ستايلويد بروسيس اللي هي دي، اللي هي ما بين التو بروسيس دول، دي ستايلويد بروسيس. ما بين المستويد اهي دكتور طبعا دكتور، ما بين المستويد والاستايلويد في خرمه او فريم. ستايلو مستويد فريم، ستايلو مستويد فريم، ستايلو مستويد فريم. واقفين الاستايلويد ده المستويد دكتور، ده المستويد. الاستايلويد اللي هو الجزء اللي انا ماسكه ده اهو، خلاص ده اسمه ستايلويد بروسيس. اسمه ايه؟ ستايلويد بروسيس. واتفقنا ده مين؟ مستويد بروسيس. والفريم ستايلويد. الثلاثة دول بيسموا بيتروس بارت، بيسموا ايه؟ بيتروس بارت حجري. مستويد بروسيس، ستايلويد بروسيس، ستايلو مستويد فريم. طيب امال التمبانيك بارت؟ بولا تمبانيك اللي هي كل الجزء ده كله اهو، كل ده اسمه بولا تمبانيك. وده الماسكولار بروسيس اللي بعور ده، وده الاكسترنال اكوستيك بايتس. اكسترنال اكوستيك بايتس خلاص، دي بسميها ليه التمبانيك بارت. خلاص البولا تمبانيكا والماسكولار بروسيس والاكسترنال اكوستيك بايتس. الجزء ده بسميه سكوبس بارت. سكوبس بارت اللي هو الارتيكولار تيوبركل بتاع الناحيه الثانيه اهو، ارتيكولار تيوبركل اهم. الفراغ ده اسمه مانديبولار فوسه، مانديبولار فوسه. ودول الاثنين ريترو ارتيكولار بروسيس. ورا الريترو ارتيكولار بروسيس في فوريم ده هو اسمه ريترو ارتيكولار فوريم. الفراغ ده اسمه ريترو ارتيكولار فريم، ادي ريترو ارتيكولار بروسيس. خلاص ودول المانديبولار فوسه، وده ريترو ارتيكولار بروسيس، وده اللي تدي ريترو ارتيكولار فريم. يبقى لنا سبعه فريم. احنا اتفقنا دي مين؟ ده تريجود كريست. دي اسمها ايه الفورم ده؟ ده الاسمويد فريم. تحت الاسمويد بالترتيب اوبتيك اوربيتال بالترتيب، اسمويد اوبتيك اوربيتال كله شفت كده بالترتيب فوق لتحت. حاضر. اسمويد اوبتيك اوربيتال، اسمويد فوق، اسمويد اوبتيك اوربيتال ايه ده الترتيب فوق لايه لتحت. ايضا دول اسمهم يا جماعه اوربيتال جروب اوف فرام. بيجي في امتحان نظري اوليبوليت اوربيتال جروب اوف فرام اد ذا ستراكشر باس وزن، تيجي في امتحان كل سنه. بعد كده في ثلاثه فريم اهوت برضه بالترتيب من فوق لتحت. لو دخلت كده اهو انا شفت يضيع. اللي فوق ده الماكسيلري فوريمن، اللي فوق ده مين؟ ماكسيلري فوريمن اهو. اللي في النص اللي بيفتح على الكودي السيلو بلاطين فوريمن اهو، بيفتح الكودي ولا لا؟ الفرم ده بيفتح الكودي اهو، اسمه السيلو بلاطين فوريمن. لكن اللي تحت خالص ده كودا البلاطين فوريمن، بيعمل بقى بوسترال بلاطين فوريمن. بلاطين ألف سلام. خلاص يبقى ده الماكسيلري فريم فوق خالص، ماكسيلري فريم اهوت فوق خالص اهو، بيعمل مع الانفرا اوربيتال فريم انفرا اوربيتال كانال اهو. شايف طلعت ازاي يا شباب؟ اهي اهي طلعت اهي اهو. ولا سحر ولا فريم، بيعمل مع الماكسيلري فريم انفرا اوربيتال كانال، وده الاسيدو بلاطين، وده الكودال بلاطين، بيعمل مع الوسط والبلاطين بلاطين كده. دي كل اللي بنسكت.